صباحية مباركة يا جزيد. شوفت مش انا قلت لك انا؟ اعمل ايه؟ قال قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده هو انا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام؟ واهل الحتة قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفة لا كنزي ولا كنز. ولا كنز ولا كنز. اه. كنت فين يا لم؟ ايه يا بت؟ الله يا ساتر، انت ما بتمرش فيك حاجه ابدا، افتكري لي حاجه من ساعتين. الله، لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه. امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بت لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شويه هوب ببص كده
ايه ده؟ ايه؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني. فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب. فتحت الباب بقى. هو ده بقى ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده. وانا جاي كده فضيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده. رحت ضرب المفتاح فتح. لا عايز ضيع. لا انا عطشان. انا حنك ناشف. طب انا عايز اقول لك. طب بوز ميه. لا ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بانه يكونش ده الفانوس السحري بتاع الناصر صلاح الدين الايوبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ارجع المصباح يا حمار. تبطل في الميه يا واد. ما ما لا حقيقة عرفت اني قابلي قالوا ايه؟ انا الزابط ابنه يبقى زابط والدكتور انتوا بيبقى دكتور. انتوا بقى تقدروا تقولوا لي بقى ولادكم هيبقوا ايه؟ ما حدش بيرد عليا يعني. اقولكم انا ولادكم هيطلعوا زيكم ويبقوا في مكان زي ده زيكم، وهيطلعوا يقتلوا ابن الضابط ويسرقوا ابن الدكتور. أنا مالك من نفسك يا بنت انت وهي حاسبين بها حد؟ واللي هيتاخد منك وانت صغيرة مش هتعرفوا تجيبيه تاني وانت كبيرة. يا بنت انت وهي تكونوا مصدقين نفسكم ان انتوا براعة. لا كل واحدة عارفة نفسها وعارفة اللي عملته، وكل واحد فينا عارف الواحدة دي اللي تجرس في البنجو واللي هربت مش عارف ابصر ايه في ابصر ايه. يعني كل واحدة شايلة ملوتها على دماغها. لما تخرجوا من هنا بقي فجد وبرجير اشرفلك، بس ما جيتش هنا تاني. اوعي تيجي المكان زي ده خالص. اوعي اداري بظل راجل ولا دل حيطة، بس ما تجيش المكان زي ده تاني. خلي بالكم من نفسكم يا بنات، ونبي ما حد يعمل في نفسه تاني كده. خلاص النبي بقيتي وحشوني، وخصوصا الواد صلاح اللي قاعد ده. اتفضل معايا. ايه يا فندم؟ في ايه؟ في ايه يا حادث الظابط؟ ايه نصاب وسارق فلوس الغلابه هنا؟ الكلام ده سيء يا شعبان؟ ابدا يا جيجي يا حبيبتي، والله انا طول عمري ماشي بالقانون يا حضره الظابط. اتفضل معايا وبلاش شوشره. في ايه يا بوبي؟ اتفضل معايا. وانا على ثقه يا سياده القاضي، بل واثق، بل اقف على الحقيقه نفسها، من أن الأوراق التي أمامكم وما تحويه من معلومات قيمة
القوم بجمعها محام قادرا على ان يفرض نفسه في الساحه القانونيه باكملها. سيد القاضي، انا ما كنتش بنام حضرتك، ما كنتش بنام. الاسود اللي تحت عيني ده معلومات بجمعها سيد القاضي عشان يبقى امامكم معلومات قيمه. قدر بلا ادنى شك براءة موكلتي مما منسوب إليها من تهم سيد القاضي. أيوة. وتبين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والإثباتات القانعة أن المدعو شعبان حافظ مبروك هو المجرم الحقيقي. أيوة. سيد القاضي، أنا كده خلصت مرافعتي وأعتقد أن أنا عملت مرافعة تقيلة قوي. سوري. اتفضل يا استاذ. بس انا قفلت القضيه، قفلت القضيه. اتفضل يا استاذ، اتفضل. النيابه عندها اي اضافه؟ سياده القاضي، حضرات المستشارين، لقد رات النيابه بعد الاطلاع على المستجدات في مستندات القضيه وبعد سماع اعتراف كل من شعبان حافظ مبروك وسمير مصطفى مدبولي وشهادة ليلى أمين البرعي، فقد استقر في يقين النيابة أن المدعوة أطاطا عطعوط الزو قد تم التغرير بها فعلا، وأن فعل القضية لم يكن أبدا صادرا عنها. سكوت. بس انت رئيس الجمهورية، ممكن اقول حاجة قبل ما تصدر حكمك عليا؟ عايزة تقولي ايه يا ست قطاطة؟ انا واحدة ست زي اي ست، سافر كتير وراح كتير وجا كتير، عاشت حياتها بالطول والعب. ايه ده؟ ايه يا استاذ ده؟ مالها دي؟ معلش يا سيادة القاضي، يعني سيدة كبيرة في السن، شوية كانت مطبقة، نامت شوية يعني. سيبوني بقى. بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 3456 لسنة 2014 وبعد قراءة اعترافات المتهمين التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، قررت المحكمة بمعاقبة كل من شعبان حافظ مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة سمير مصطفى مدبولي بالسجن لمدة عام مع مصادرة جميع ممتلكاتهم وبراءة المتهمة أطاطا عطوط الزو من التهمة المنسوبة إليها. رفعة الكلمة. يا سابوني عطية. نعم يا عطية. الكاميرية اللي جاية من الشانزليزيه، ودي البطانية الحريرية اللي كانت بتقطع وشنا. كفارة يا قطاطة، مش عايزين نشوفك هنا تاني. ولا أنا عايز أشوفك يا أختي. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام، بالسلامة يا حبيبتي. الله يبارك لك يا رب. وانا مكير. ايوه يا اما انا وراك اهو. مكير. انا معاك اهو، انا اهو تعالي ده الحته دي، تعالي يلا عشان نمشي. ايوه. اما قطعت. ايوه. بقولك ايه؟ ايوه. كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز ونسيت. أنت ايه بقولك ايه؟ هو احنا كده خلاص سلمنا على كل اللي في السجن، كل الناس؟ يا سواد، ده انت سلمت على كل الدنيا، ده انت سلمت على الحيطان بالمسلح اللي فيه. أنا بس في واحد ما سلمش عليا يا عمر. مين؟ في عباس بتاعه. ايوه عباس باشي فتلك العربيه وقال لي وصل ام قطط الحته اللي عايزاها. انت عايز تروح فين؟ ايوه ايوه يا ولد، ايوه كده ضحكوا عليا كده، خشوا عليا بالحاجات والبنجل.
انا مش ليا حاجات مع بالفيلا هناك. لك ايه؟ ليه الفساتين بتاعه الجهاز بتاعي يا سواد. الفساتين ايه اما قططه بقى؟ ده وده بده فستان الدخله هناك. فستان الدخله ده شكله ايه ده؟ شكله ده في لون فرنكي. فرنكي؟ فرنكي ايوه. ده ازاي ده؟ فرنكي فوق الركبه. طيب هنروح نجيبه. يلا 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 اركب. هات انا اسوق. خد اسوق انا المره دي. سوق ماشي اللي انت عايزاه. هي ايه الزاده اللي في ايدك دي؟ لا دي الجزمه بتاعتك دي. نروح نعرف عنها حاجه. هات ولا نرميها؟ اللي انت عايزاه. يلا يلا. ايه ده الدركسيون السرعه؟ لا لا ما تقلقيش انا في واحد قدام شايله. هات المفتاح بقى. طب بص روح انت بقى. يلا يلا اطلع. يلا اتكل على الله. خلي بالك. ايوه اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده كتير. ايوه انا اهو. يا كتير انا جوه العربيه معاك اهو. يا واد راح فين يا كتير؟ يا كتير يا بنت هات الجنريه دي وديها بعد بالبوغه حب ودي هناك اخرى وربوط يسرك معايا. ايوه بيه ادخل. ادخل ادخل البنات. أنا جاي أسلم عليك يا قطعيته. يا حبيبي يا غدرة أنا عارف إن الفراق صعب بس اوعى اوعى تضعف وتمشي وتسكر بقى وتمشي ورا شهواتك عشان تنساني. أنت بتقول إيه يا قطعيط؟ بهزر معاك يا غدرة بهزر معاك. لازم تكون مفهوم إنك في اللحظة اللي ظهرت فيها في حياتنا خلتني أنا شخصياً أحس بالحياة. أنا اتعلمت منك درس سهل وبسيط ما شفتوش ولا عرفته في أي كتاب من الكتب اللي أنا قريتها، إن أسمى غاية في حياة الإنسان إنه يخلي اللي حواليه مبسوطين. يا كل بلا محني فؤاد يا عبوزة عبوزة مع السلامة يا حبيبي. تكلم الخير ما؟ مع ألف سلامة. أنا بعد ممكن بقى أعرف أنت بتهيأتي لي؟ تعالي أقطط أوريكي حاجة. تعالي بقى. ده مين الست الوحشة دي؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل هنا عشان أفضل فاكراكي. أنت هتزعلي؟ لا. طب ما تبصيلي أنا وأنت بتكلميني طيب. أنت يا بنت أنت اللي عامل إيه؟ أما أكلمك تقف تكلميني هنا. حاضر. أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أنا عندي برد. بتكدبي أهو، أنا شايفاكي. عبيطة بدل ما تفرحلي بالبراءة افرحلي بالبراءة. أنا أكتر واحدة في الدنيا دي فرحانة لكم من قلبي والله. أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان اتعودت عليكي خلاص. اتعودت على كلامك. اتعودت على نصايحك ليا وحنيتك عليا. أنت طيبة أوي يا قطاطة. والله العظيم انت عوضتيني الحرمان اللي انا اتحرمته من ماما الله يرحمها. مش عايزاني ازعل يعني وانت ماشيه؟ عارفه يا بنت عارفه لو الزمن يرجع بيا شويه كنت اخطف ابوك من امك واتجوزه واخلفك عشان تبقي بنتي. هتوحشيني يا دودو وهيوحشني حواديتك. حضرتك هذا حدوتك عزتك هذا حدوتك. اوعي اوعي تخلي حد يغير في حد.